في عصر وصل فيه الإنسان إلى الفضاء وفجر الذرة واستكشف الخلية وقهر الأمراض والفيروسات واختصر الوقت والمسافات، يصعب فيه أن تقنع الناس أنه في ليلة من ليالي شهر رمضان نزل من السماء ملك اسمه جبريل بكتاب ليوحي به إلى أحد من البشر. فالعالم اليوم يتحدث لغة العلم، أما خرافات الدين فلا يصدقها إلا السذج والدراويش. فقد يقول ملحد هنا: أنا لا أصدق قصة الوحي هذه بتاتا، ما المانع أن يكون هذا الكتاب الذي يقدسه المسلمون ويتعبدون به ويتعرفون على ربهم من خلاله أن يكون من تأليف محمد؟ فرجل بعظمته لا يستغرب منه أن يؤلف كتابا في عظمة القرآن. يرد الدكتور مصطفى محمود رحمه الله على هذا الافتراء في كتابه حوار مع صديق الملحد بأن هذا العصر بالذات يسهل فيه جدا تصديق أن هناك ملائكة لا ترى يمكنها أن تلقي إلى الإنسان وحيا، وحجته في ذلك أننا اليوم أصبحنا نتكلم مثلا عن كواكب بعيدة وأشعة لا ترى بالعين بإمكانها أن تقتل، وأمواج لاسلكية تحدد الأهداف وتضربها، وصور تتحول إلى ذبذبات في الهواء ثم تستقبل في أجهزة صغيرة في المنازل. أصبحنا أيضا نرى كاميرات تصور الأشباح وعيونا ترى في الظلام ورجل يمشي على القمر وسفينة تنزل على المريخ. كل هذه الأشياء الخارقة التي أصبحنا نراها ونعيشها في عالمنا هذا كانت بالأمس شيئا يستحيل تصديقه أو حتى تخيله، أما اليوم فهي واقع معاش. وهذا ما جعل مصطفى محمود يقول أن وجود جبريل اليوم حقيقة من الدرجة الثانية، بل وأقل عجبا وغرابة مما نرى ونسمع كل يوم. وما اعتمد عليه مصطفى محمود في تأكيد نزول القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام هو بلاغة القرآن ودقته اللغوية، وما احتوى عليه هذا الكتاب أيضا من علوم وأسرار ومعارف التي تنفي احتمال قدرة بشر على تأليفه. كل هذا الإعجاز اللغوي والعلمي في القرآن يقابله أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتعلم في مدرسة، ولم يختلط بحضارة، ولم يبرح شبه الجزيرة العربية. لذلك فإن الشك بأن هذا الكتاب من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام يغدو مستحيلا. ثم بدأ الدكتور مصطفى محمود في ضرب الأمثلة والبراهين التي تؤكد نزول هذا الكتاب وحيا، فبدأ بالقول أنه لو كان ألفه محمد عليه السلام لبث فيه همومه وأحزانه، فنراه فقد في عام واحد زوجته خديجة وعمه أبا طالب سنداه الوحيدان في هذه الحياة، وكذلك يموت ابنه إبراهيم ويبكيه، ولا يأتي ذكر لذلك في القرآن. فالقرآن حسب مصطفى محمود معزول تماما عن الذات المحمدية. أكثر من هذا، تنزل آيات معاتبة للنبي كما حدث مع الأعمى الذي انصرف عنه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أشراف قريش فقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات. وأحيانا تنزل الآية لتنقض عملا من أعمال النبي كقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وأحيانا يأمر القرآن محمد بأن يقول لأتباعه ما لا يمكن قوله لو كان هو مؤلف الكلام، فقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فلا يمكن لرجل يدعي النبوة ويؤلف كتابه بنفسه أن يقول لأتباعه أنه لا يدري ما سيفعل به ولا بهم، وأنه لا يملك لا لنفسه ولا لهم ضرا ولا نفعا، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف موقفه ويفرق عنه أتباعه. وهذا بالفعل ما حدث، حيث قال اليهود عندما سمعوا هذه الآية: كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، هذا رجل لا جدوى منه. كل هذه الأمثلة القرآنية حسب مصطفى محمود تؤكد استحالة أن يكون محمد عليه السلام هو نفسه من ألفها. والدليل الثاني حسب مصطفى محمود هو تفرد العبارة القرآنية من حيث الرصف والبناء والمعمارية، حتى لا تكاد اللغة تنقسم إلى شعر ونثر وقرآن. فنحن هنا أمام كلام من نسيج وحده، لا هو بالنثر ولا هو بالشعر. ويشرح هذا مصطفى محمود من خلال تبيان الفرق بين الشعر والقرآن. فنجد في الشعر العربي مثلا الموسيقى تخرج من التشطير والتقفية كما نرى في هذا البيت الشعري، أما موسيقى القرآن فهي موسيقى داخلية، قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، لا نجد في هذه العبارة تشطيرا ولا تقفية، ولكن الموسيقى تقطر منها. من أين؟ إنها موسيقى داخلية تحملها روح القرآن وقوة عباراته. والأمثلة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى من آيات القرآن العجيبة، وهذا ما سلب عقول العرب وجعلهم يوقنون أن هذا الكلام ما هو كلام بشر،
فهذا التلون في نحت الألفاظ وبناء العبارة وإيقاع الكلمات كما يقول مصطفى محمود يبلغ في القرآن الذروة ويأتي منسابا لا تكلف فيه. وهنا أبدع مصطفى محمود بضرب مجموعة من الأمثلة التي تكشف الدقة البالغة والإحكام المذهل لهذا الكتاب، فكل حرف في مكانه لا تقديم ولا تأخير، لا يمكن وضع كلمة مكان أخرى ولا حرف مكان حرف، وكل لفظة تم اختيارها بميزان دقيق. والمثال الأول هو قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. كلمة لواقح هنا كانت تفسر في الماضي مجازيا بأن الرياح تثير السحب فتسقط المطر فيلقح الأرض بمعنى يخصبها، ثم عرفنا اليوم أن الرياح تسوق السحب إيجابية التكهرب وتلقي بها في أحضان سحب سالبة التكهرب فيحدث البرق والرعد والمطر، وهي بهذا المعنى لواقح أيضا. كما نعرف الآن أيضا أن الرياح تنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى فتلقحها بالمعنى الحرفي للكلمة. ونعرف أخيرا أن المطر لا تسقط إلا بتلقيح قطيرات الماء بذرات الغبار فتسقط مطرا. يخلص مصطفى محمود من كل هذا أننا هنا أمام كلمة صادقة مجازيا وحرفيا وعلميا، ثم هي بعد ذلك جميلة فنيا وأدبيا، كل هذا جمعته آية قرآنية واحدة. ومثال آخر في إعجاز العبارة القرآنية يتمثل في التقديم والتأخير والذي لا يكون إلا لحكمة، فنجد مثلا أن السارق مقدم على السارقة في آية السرقة، في حين أن الزانية مقدمة على الزاني في آية الزنا، وذلك لسبب واضح وهو أن الرجل أكثر إيجابية في السرقة فأغلب هذه الجرائم يرتكبها رجال، أما في الزنا فالمرأة هي التي تأخذ المبادرة من لحظة وقوفها أمام المرآة، تضع البرفان وتختار الفستان على الركبة، فبهذا هي تنصب الفخاخ للرجل الموعود. كما نجد أيضا تقديم السمع على البصر في أكثر من 16 آية، دائما يرد في هذه الآيات السمع أولا. يقول في هذا مصطفى محمود السمع أكثر إرهافا وكمالا من البصر، إننا نسمع الجن ولا نراه، والأنبياء سمعوا الله وكلموه ولم يره أحد، وقد تلقى محمد عليه السلام القرآن سمعا، والأم تميز بكاء ابنها في الزحام ولا تستطيع أن تميز وجهه، والسمع يصاحب الإنسان أثناء النوم فيظل صاحيا في حين تنام عيناه، ومن حاول تشريح جهاز السمع يعلم أنه أعظم دقة وإرهافا من جهاز البصر. ثم أشار مصطفى محمود إلى الدقة والخفاء واللطف في الإعراب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مرة عملت الطائفتان على أنهما جمع اقتتلوا، ومرة على أنهما مثنى فأصلحوا بينهما. وسر في هذا عجيب، الطائفتان في القتال تلتحمان وتصبحان جمعا من الأذرع المتضاربة، في حين أنه خلال الصلح تنفصلان إلى اثنين وترسل كل طائفة مندوبا. وهذه التفاصيل حسب مصطفى محمود يستحيل أن تخطر على بال مؤلف. ونجد هذه الدقة أيضا عندما يخاطب القرآن المسلمين بقوله فاذكروني أذكركم، ويخاطب اليهود قائلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والسبب في ذلك يرجع إلى كون اليهود ماديون لا يذكرون الله إلا في النعمة والفائدة والمصلحة، عكس المسلمين فهم أكثر شفافية ويفهمون معنى أن يذكر الله لذاته لا لمصلحة. وبنفس المعنى يقول سبحانه للخاصة من عباده من أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب، بينما يقول للعوام فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لأن العوام لا يردعهم إلا النار، أما الخاصة من أولي الفكر والفهم فهم يعلمون أن الله سبحانه أقوى من النار بل هي خلق من خلقه. ونجد هذه الدقة القرآنية مرة أخرى في تناوله للزمن، فالمستقبل يأتي ذكره على لسان الخالق على أنه ماض، فأحداث يوم القيامة ترد كلها في سياق الماضي وكأنها حدثت بالفعل وانتهى كل شيء كما جاء في هذه الآيات. والسر في ذلك حسب مصطفى محمود هو أن كل الأحداث حاضرها ومستقبلها قد حدثت في علم الله، وليس عند الله زمن يحجب عنه المستقبل، فهو سبحانه فوق الزمان والمكان. هذه عينة بسيطة من أمثلة كثيرة ذكرها مصطفى محمود رحمه الله في كتابه، والتي تعكس الدقة البالغة والنحت المحكم في بناء العبارة القرآنية، والتي تجعل من احتمال تأليفه شيئا مستحيلا. ولهذا جاء التحدي القرآني للمنكرين والذي لا يزال قائما إلى اليوم في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.